الحمد لله. خلاص انتهى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا توقفنا ان شاء الله الدورة القادمة ان شاء الله تكون في احكام الأنكحة بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سنصلي في هذا ان شاء الله. يمكن المسجد خرج يعني. فنصلي ان شاء الله الطاولات هذه نجعلها في جانب ونقوم بالصلاة ان شاء الله في هذا المكان ان شاء الله بإذن الله. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولا بد أيها الأحبة من المراجعة. يعني الإنسان وهو يعمل يعني وهو يعمل ترجمة نعم وهو يعمل يراجع يكون معه كتابه ويكون معه جهازه يقوم بالمراجعة، لأن العلم إذا راجعته يثبت بإذن الله عز وجل. أما إذا تركه دون مراجعة هذا سرعان ما يذهب. مثل هذه الأحكام الحمد لله أخذنا أحكام كثيرة في أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات، هذه فيها خير كثير ويحتاجها المسلم والمسلمون يحتاجونها. فأنت بحاجة أن تفيد إخوانك المسلمين، لا بد أيها الأحبة أن يكون لك وقت تراجع وتذاكر وتطالع، وإنسان في عمله ويغتنم وقته، لأن هذا وقت التحصيل وقت التكوين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا الهدى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة المشايخ وعلى رأسهم الشيخ عبد الواحد كل خير على ما يقومون به من تهيئة مثل هذه الدروس النافعة والمجالس العلمية القيمة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده، فهي مجالس بركة ومجالس خير ومجالس نفع وإرشاد وتوجيه وتعليم، وهي ميراث النبوة. فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد الإخوة المشايخ الذين يرتبون مثل هذه الدروس ويقومون عليها. وأنا أحث الإخوة أيضا أن يتساعدوا معهم وأن يضعوا أيديهم في يد الشيخ عبد الواحد ومرافقي ومعاوني، سواء كان في هذه الكلية أو في أماكن أخرى، فإنها فالله سبحانه وتعالى يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة، يعني ليس مجرد فقط الرامي به، بل حتى الذي يقوم بصناعته وحتى الذي يقوم بإعطائه للمجاهد ونحو كل ذلك، إذا احتسب الأجر فإنه يكتب له عند الله سبحانه وتعالى. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. So the last thing that Shaykh ended with is that advice for you to revise these issues that we went through, you know, especially when a person is walking around or is doing his work, is working during the day. You should look for your papers, look for your books, look for your notes that you've taken, especially these issues of mu'amalat. It's very complicated issues sometimes, so a person should revise. And this is how knowledge is gained, and this is how knowledge, this is the time when you guys should be gaining knowledge. You guys are at the stage of gaining knowledge and building yourselves. So you should really be benefiting from your time by revising and looking through your notes. And also, even when a person, the people, they need these issues. You guys as Muslims, you need this. And other people, other Muslims around you, they also need this knowledge. So try to revise and learn these again and again. And then he made dua. And then he said that I also advise the brothers to work with the brothers here in Medina College and also in other places where the beneficial knowledge is being taught. And he said that you guys should, you know, really get hands in with regards to with Sheikh Abdul Wahid and help him with regards to these lessons and everything. May Allah reward him. And the last thing he said is that the person, just because Allah subhanahu wa ta'ala will enter you into Jannah because of one arrow, three people because of one arrow, not only the one who shoots the arrow but also the one who makes it and the one who helps him to shoot it. So these people are all going to enter into Jannah. So brother, he advised you to get help the brothers here with regards to your actions and other people and other organizations that teach beneficial knowledge as well.
Are you struggling to find an organized way of studying? Too many webinars and no direct study route? Well, why not study with Madinah College online? Starting your journey is easy. With a simple registration system, you'll be studying in no time. To find out more, visit www.mclportal.com and sign up today.